لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان يستلزم إجراءات قاسية. هتلر كانت له أخطاؤه التي جعلته يتمدد شرقا وغربا، ولكن وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول. التصريح ده اللي ما يطلعش غير من معتوه رسمي في نقاش بين اتنين مجانين قاعدين في مستشفى برلين للأمراض النفسية، أو لو خرج من حد سوي داخل ألمانيا كفيل بسجنه فورا، أو ما يخرجش غير من جاهل ما قراش سطر في تاريخ ألمانيا النازية. اللي سطحت هتلر دمرتها تماما وجمعت أقوى جيوش العالم عندها، وتسببت في موت ملايين الألمان واغتصاب مئات الآلاف من نسائهم، أو إنها تصريحات لشخص ميال بطبعه لأي سفاح أو ديكتاتور، واللي كفيل بحظره من دخول أوروبا كلها مش ألمانيا بس، واللي بيعبر تماما عن مدى إجرام ودموية اللي فتح بقه وقال الهبل ده. التصريح ده خرج من الكائن الغريب ده في إطار الدفاع عن سيده وولي نعمته بعد احتجاجات سبتمبر، واللي لولا كان زمانه فتح مكتب قدام أي محكمة بيصور ورق وبيبيع مناديل ودمغات وعقود إيجار، مش رئيس برلمان مصر. أهلا بيكو مع علي عبعال. كشف حمادة. مصر على مدار تاريخها كانت من الدول السباقة في الحياة النيابية، زي ما للأسف كانت سباقة في حاجات كتير قوي قبل ما يطل علينا العساكر بوشهم العكر. رغم كل اللي مرت بيه من حروب وأزمات واحتلال، لكن الثابت والمؤكد إننا كان عندنا ولو الحد الأدنى من مظاهر الحياة السياسية الموزونة المحترمة. كان عندنا والله أحزاب وفصل في السلطات ومرونة بعض الشيء في تقبل الرأي والرأي الآخر، وكان عندنا مجالس نيابية بدأت من عهد الخديوي إسماعيل مرورا بالخديوي توفيق لحد ما وصلنا للملك فاروق. قامات كبيرة سياسية وقانونية تناوبوا على رئاسة المجالس النيابية، وأسماء رنانة يعني، إسماعيل راتب باشا ومحمود فهمي باشا وسعد زغلول مصطفى النحاس وعلي زكي العرابي وغيرهم. كل دول قعدوا على الكرسي اللي قاعد عليه علي عليوة ده، سياسيين عظام وحياة نيابية ثرية لحد ما قامت حركة انقلاب 23 يوليو على الملك فاروق. من بعدها انتهى تماما زمن الأحزاب والسياسيين بعد إلغاء جمال عبد الناصر للأحزاب وتحول مجلس الشعب لمجلس الأمة، وطبعا طالما فيها ناصر فكان لازم يبقى أول رئيس له يبقى واحد من ضباط الأحرار، ده شيء مفروغ منه يعني، اللي هو عبد اللطيف بغدادي، ومن بعده أنور السادات. بس السادات كتر خيره بعد ما بقى رئيس عدل اسمه تاني وخلاه مجلس الشعب، والشهادة لله كانت اختياراته كلها لرئاسة البرلمان من أساتذة كلية الحقوق. يكش بس حب يجامل نسيبه سيد مرعي خريج كلية الزراعة، الزراعة، فعينه كده من نفسه كام سنة رئيس لمجلس الشعب. ثم وصلنا بقى لأستاذ أساتيذ تفصيل القوانين ولوي رقبة الدساتير بكل احترافية وهدوء بما يناسب مبارك وعياله، فتحي سرور، المرجعية الأساسية لأي ديكتاتور في تثبيت حكمه والدوس على رقاب العباد بكل شياكة ومرونة وكله بالقانون، واللي لم يخلع عهده من السقطات، وتسمى برلمان وقتها برلمان الفضايح بامتياز، فضايح نواب الكيف على نواب القروض على نواب التأشيرات، لحد ما قامت ثورة يناير وتم حله انتظارا بقى لبرلمان ما بعد الثورة، وهو أول برلمان في تاريخنا يشهد تعدد وكثافة حضور للسنة دي في وقت نادر من عمر البلد دي اللي المواطن حس فيه إن صوته له ثمن وتأثير، وتم فيه انتخاب سعد الكتاتني رئيس للمجلس، واللي طبعا كان مصيره السجن ربنا يفك كربه. زي أي حد وقف في وش العسكر وحلم أو توهم إن الجيش هيسيب المصريين يتنفسوا حرية أو ديمقراطية أو حكم مدني، ولأن مدبر الانقلاب الدموي سيسي فكان حتما ولا بد شخص بالمستوى ده من الحقارة والدموية يكون برلمانه اللي تم اختياره بالكامل من المخابرات، واللي فيه أحزاب أصلا أعلنت إن برنامجها هو دعم أي قرار أو قانون يصدره السيسي، يكون اختيار رئيسه شخص بالمواصفات دي. ويتواكب مع مسيرة العطاء البرلماني الضاربة في عمق التاريخ عطاؤكم سيادة الرئيس لمصر الذي يشهد له ألف شاهد ودليل، فقد آثرت أن تكون رئيسا لكل أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم، فقد آثرت أن تكون رئيسا لكل أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم السياسية دون تفرقة أو انحياز، ولقد أنجزت ما وعدت وأنقذت مصر من الفتنة وأكملت بناء مؤسسات الدولة الدستورية ووقفت مع شعبك تحمل رأسك على كفيك تسد عنه ووقفت مع شعبك تحمل رأسك على كفيك تسد عنا مطالع الفتن وتحمي وحدتنا الوطنية التي ظهر مدى تشابكها في نسيج قومي متين لا تزيد الأيام خيوطه إلا متانة ولا لونه إلا نصاعة تستمد زادها من الديانتين الإسلامية والمسيحية فكلاهما منزل من لدن حكيم خبير. استفتحنا فل، كلام واضح معبر تماما عن المرحلة وعن الجو السائد واللي لازم يسود
طول ما الحكايه فيها عسكري ودبابه، وصلت نفاق وانبطاح وعبوديه كامله في خطاب كوبي وبيست من خطابات فتحي سرور في تكريس حكم الفرد الاله من شخص مفترض انه رئيس لمجلس نواب مهمته الاساسيه هي مراقبه ومتابعه ومعارضه وكمان محاسبه الشخص اللي عمال يطفي عليه صفات البطل القائد العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو الهواء اللي بنتنفسه، الميه اللي بنشربها، هو اللي كتر خيره انه سايبنا نعيش ونعمل برلمانات اصلا. اختيار نموذجي لواحد في السبعينات من عمره، عبد صارخ للبياده، صارخ يعني لدرجه انه مستعد يوطي على رجل اي عسكري يبوسها من غير ذره تردد. عمره ما تولى منصب تنفيذي او سياسي او اكاديمي او حتى مستشار قانوني لمحل كشري، وفجاه تعالى علوه هنخليك رئيس برلمان. طب ازاي يا باشا، ده انا كفتاجي حرفيا، ده انا طالع من كليه الحقوق بالواسطه والبرشان. ما تقلقش، هنخليك مرشح على قائمه من قوائم في حب السيسي اللي هي قائمه في حب مصر. يعني رئيس برلمان باراده امن الدوله والمخابرات زيه زي اي عضو برضه من نفس الاختيار. وظيفته الاولى والاخيره لحد ما ربنا ياخده هي تحقيق احلام واوامر الرئيس وعصابته، وما يفوتش حدث او فرصه غير لما يشكر ويمدح في حكمه ورزانه واخلاق سياده الرئيس، حتى لو هيغتصب اللغه العربيه اغتصاب كامل للدرجه اللي خلت المتابعين يرصدوا في احد كلمات 165 خطأ لغوي. مش مهم، المهم نسمعه وهو بيتغزل في سيادة الرئيس، احنا هنفهم مش مشكلة. إن مجلس النواب يعلن تأييده لسياستكم الحكيمة ونفاذ بصيرتكم في التصدي للإرهاب الذي لا دين ولا وطن له بكل قوة وحزم، ووأدكم للمخططات الخبيثة التي تهدف إلى اختطاف الوطن واستلاب هويته. إن مجلس النواب يا سيادة الرئيس في ظل هذه الظروف التاريخية التي يمر بها عالمنا العربي وما يواجهه من مخاطر التقسيم، يؤازر توجهاتكم ومنهجكم الواضح ببصيرة وحكمة قائد أدخر نفسه لتحقيق وحدة الصف العربي لتتوحد الكلمة وينتظم العقل. فسير على بركة الله، قلوبنا معكم، ورعاية الله تحيطكم، وشعب مصر يؤيد خطاكم، وفقكم الله لما فيه الخير والرشاد. علي عليوة استكمالا لمسيرة عدلي منصور الرئيس المؤقت الصامت اللي كان له الفضل في تمرير اوسخ قانون اترمى بسببه عشرات الالاف من شباب البلد في السجن، وهو قانون منع التظاهر اللي سموه بالصياعه قانون تنظيم حق التظاهر، واللي بمقتضاه بقى متاح ان اي بني ادم يقف في الشارع بحته ورقه يقضي عمره في السجن بتهمه الارهاب، واللي بنفس الصمت المريب كان له الفضل في تمرير اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه مع قبرص واليونان بعد سفريته المريبه هناك، واللي بمقتضاها اتنازلت مصر عن حقها في حقول الغاز في البحر المتوسط لمصلحه اليونان وقبرص واسرائيل. جه بقى عبد العال عشان يبقى الكوبري الجديد المضمون ولاءه لتمرير اي اتفاقيه او قانون يخدم بيه اسياده، ويجهض اي قانون او تشريع حقيقي ومحترم ما يكونش على هوى ولي نعمته. فكانت ابرزها فضيحه التنازل عن تيران وصنافير. انا موافق على اقفال باب التصويت، اتفضل برف الاعتراف. الموافق اتفضل برف. اذن ليتفضل السيد المقرر، ليتفضل السيد المقرر، ليتفضل السيد. مستوى غير مسبوق من الخسة والنطاعة والخيانة وسط هتافات تحرك الحجر من النواب الرافضين وهم بيصرخوا مصرية، وفي المقابل نرفزة واستعجال وعصبية من الشخص اللي مأمور بأمر مباشر من سيده بتمرير عملية بيع رخيصة وحقيرة لأرض كان تمن استعادتها الدم، متجاوزين ورامين في الزبالة حكم أكبر محكمة في البلد مرتين بأحقية مصر في السيادة على الجزيرتين، ومجهود محامين وخبراء وأساتذة جامعة لفوا العالم كله يجيبوا خرائط ووثائق ومستندات، وفي المقابل ما قدمتش الحكومة أي دليل يذكر على أحقية السعودية في الجزيرتين، في إصرار عجيب على إن اسمه يذكر بحروف من زفت في مزبلة التاريخ جنبا إلى جنب مع السيسي كعصابة واحدة في طريق واحد لهدف واحد. علي عبد العال اللي كان رده على معلومات النائب محمد أنور السادات إنه امتلك من ميزانية المجلس 3 عربيات بقيمة 18 مليون جنيه إنه دعا لجلسة عاجلة، مش للرد على كلامه أو نفيه، لا، دي جلسة لإسقاط عضويته. وبالفعل قدر بمساعدة قلاضيشه والكارهين للسادات ان هم يفتحوا دفاتره القديمه فجاه ويسقطوا بالفعل عضويته. مش بس كده، ده اتهموا بانه صور العربيات لتسهيل مهمه اغتياله على اساس انه لو نزل من بيتهم ومشي في الشارع حد هيعرفه اصلا. علي عبد العال هيذكر اسمه بنفس الحروف اللي من زفت بانه رئيس البرلمان اللي منح للسيسي والجيش كل السلطات من اول وجديد وبشكل ألعن واكثر ديكتاتوريه في التعديلات الدستوريه اللي روجوا ليها بالامر، وكان الهدف الرئيسي منها هو تعديل مدد الرئاسه اللي بالطبع نسفت الدستور والقانون ومكنت السيسي من البقاء في الحكم مدى الحياة وإطلاق إيد الجيش كمؤسسة بتحكم مصر بالحديد والنار. إنه حام حول صفات الوريث، فإذا بنا نذكر مباشرة الرئيس
ونعيب عليهم ذلك ولا نرى العين فيه. بناء عليه يا ريس، بناء عليه انا شايف ان الاقتراب من مواد الرئاسة فضلا عن انه غير دستوري هو ايضا الهدف منه اعفاء الرئيس من واجب الداخليه سنتين. التعديل المطلوب، ترفض هذا التعديل؟ بترفض هذا التعديل يا ريس؟ انا مش بقول مبرراتي في التعديل، يمكن الزملاء يقتنعوا فيها يا ريس. انا بقول مبرراتي. طب انا عايز اكون صريح جدا يا ريس، انا محترم حق كل نائب في انه يحب السيد الرئيس ويثق فيه ويرضى عن ادائه، لكن انا شخصيا لا احب الرئيس ولا اثق في ادائه ولا اسوا راضيا عنه. ده حقي ببساطه كمواطن مصري قبل ما اكون نائب. هل ده يغضب حد؟ هذا كلام علي عليوة اللي موقعه كرئيس للجهة اللي مهمتها الرئيسية مراقبة أداء الحكومة والرئيس ومحاسبتهم تجاوز بتصريحاته الأخيرة كل الأعراف النيابية بهجومه على المعارضة اللي مفترض تكون طرف رئيسي ومكون أساسي ومطلوب في معادلة الحكم، وقال إن من يتناول الوطن اللي هو السيسي طبعا والقيادة السياسية بالسلب لا مكان له في مصر. انتوا متخيلين الاستروكس وصلت أضراره لإيه؟ هو ناقص بس يحدد لنا صلاة السيسي كام ركعة. أداء لو حصل في برلمان كوريا الشمالية الواد بتاعهم ده هيقول لهم مش لدرجات دي علي، انت جاحد يا أخي. ده غير سقطاته الأخلاقية وشخطه وزعيقه لأي نائب ينطق حرف على الحكومة أو السيسي، لدرجة إنك لو كتبت على جوجل علي عبد العال يطرد بس كده هيطلع لك ليستة بقى طنطاوي على سمير غطاس على خالد يوسف على نائب اسمه محمد قال له انت عبيط يا محمد. ودي بقى لحظه من لحظاته اللي بيتفرد بيها في فشخ المنطق وتشييع الممارسات الاجرائيه للبرلمان لمثواها الاخير، يقول موافقه والاعضاء مش موافقين. اذا الموافق من حضراتكم على التعديل المقترح كما تلا السيد المقرر يتفضل برفع اليد بصوره، يتفضل الموافق من حضراتكم يتفضل برفع اليد بصوره واضحه موافقه. الساده الاعضاء ستروكس يعني هو دماغ الستروكس كده، موافقه والاعضاء مش موافقين، هو متبرمج اصلا على الموافقه. احنا لسه هنحكي حكايات. رئيس برلمان مصر المحترم طبعا لازم تكون له وقفه حاسمه مع اي نائب يتجاوز التقاليد المتعارف عليها في طريقه وشكل الزي اللي لازم يحضر به الجلسات. ده برلمان مصر مش حفله. اسرائيل كانت وما زالت وستظل العدو الاول للشعب المصري، وافق على اسقاط التطبيع وعلى اسقاط كل نائب يتورط في التطبيع، كان توفيق عكاشه او غير توفيق عكاشه. شكرا سياده النائب، واتمنى شاكرا الا تحضر بهذا الزي مره اخرى في قاعه المجلس. شكرا. غير مقبول. ما حضرش. ده كلام الرئيس موجه ليا وانا من حقي. هذا زي غير مقبول داخل المجلس. من غير مقبول وغير مقبول وفقا للائحه ولا للهوى؟ للائحه ولا للهوى يا ريس؟ لو اللائحه ارجو سياده النائب ان يلتزم بادب الحديث. التقاليد البرلمانية والسوابق البرلمانية تمنع حضور النائب بهذا الشيء. احنا مش في ملعب كورة هنا. الحسم واجب في الامور اللي زي دي، ده مصير دول وحياة بشر ممكن تقف على التفاصيل دي، واحنا ناس تعرف الاصول والاخلاق، اهم حاجة الاخلاق والمبادئ اللي مش ممكن تتجزأ. او بصوا ايه ممكن تتجزأ عادي يعني، عشان طنطاوي مغضوب عليه اصلا وعشان كلامه بيقف في الزور كده ممكن اهبده شخطة تحرقه وهو واقف لو لابس تيشيرت مش بدلة. انما لو واحدة داخلة تحت قبة البرلمان لابسة مايو وكانت مؤهلاتها كده انها مزة وكيوتة نعديها يعني ونحدف لها بوسة كمان في دقيقة واحدة. شكرا يا ريس، انا عايزه اشكر بجد المنتخب المصري، فرحتونا امبارح، والحضري يعني عمل حاجه. والمهم بقى اللي عايزين نقوله ان الكاس ده بتاعنا والكاس جاي، يعني الكاس جاي، وعايزين ومهما كان في اصابات وفي اي حاجه المنتخب بتاعنا هيفرحنا وهيجيب لنا الكاس. الكاس بتاع مين؟ بتاعنا، بتاع مصر، وتحيا مصر. شكرا. الحقيقه ما عنديش فيديو كامل للي حصل بعد كلمه النايبه عشان اتاكد الحكايه خلصت على كده ولا علي عبد العال قام رقص 10 بلدي بديل عن الحضري يعني، والتحم بجموع النواب المنتشين بفرحه فوز المنتخب وقلع البدله في لحظات وطنيه استثنائيه ورقص على انغام ارقص يا علوة. الخلاصة يا جماعة ان احنا قدام احط رئيس لاحط حقبة زمنية مرت على بلدنا في تاريخها، وزي ما لازم يكون ممثلا عن القذارة في الاعلام عمرو اديب واحمد موسى، وفي الصحافة الباز وخالد صلاح، وفي القضاء ناجي شحاتة، وفي الرياضة مرتضى وشوبير، كان لازم يكون مصدر التشريع والرقابة وممرر كل اتفاقية وقانون واجراء قذر كباريه يرأسه واحد مؤهلاته النفاق والجهل اسمه علي عبد العال. نشوفكم على خير ان شاء الله.